السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة في فيديو جديد، فيديو سريع لذيذ، حاجة كده للناس الجميلة اللي بيقولوا لي وانتي كل حاجة افكتات وتكنيكات وشغالة كده، يعني للناس البروفيشنال. بس هعمل لكم النهاردة بإذن الله فيديو للمبتدئين. عندي صورة لزقتها على طبق وحطيت هنا ملامس كده بالمعجون عشوائي، بس ده اللي انا عملته. حطيت المعجون على الطبق نفسه، المعجون نشف زي ما انتم شايفين اهو. الصورة واحدة كان زمان كده كنا نحط الودع على ودننا عشان نسمع صوت البحر، فهي كده. فانا عايزة ادي الاطار اللي حواليها حاجة تحسسني بوجود البحر، خلاص. فهاخد دلوقتي الفرشة بتاعتي، ناخد الفرشة نمسحها في المنديل، لان انا كنت شغالة من شوية، قلت اعمل فيديو كمان كده لذيذ كده للمبتدئين، حاجة حلوة كده يتشجعوا ان هما يقوموا يشتغلوا. خلاص باخد الابيض طيب، باخد قطعة ابيض اهي قدامي، وباخد عليها اللون الازرق طبعا عشان انا عايزه دلوقتي اكون لون البحر، خلاص. فهاخد اللون الازرق وكمان معاه الاحمر. طب هتقولوا لي ايه دخل الاحمر بالموضوع؟ اصل انا مش بحب ايه ان هو يكون لون البحر، اللون الازرق القوي الجامد، عايزه اكسره شوية بحتة ايه؟ بحتة الاحمر عشان يديني الدرجة الحلوة اللي هي ايه، مايلة على الموف شوية كده، اللبن الجميل ده. يعني بصوا الدرجة دي عاملة ازاي، بصوا الدرجة دي عاملة ازاي، هتبقى فقعة جدا مع الصورة. لكن لو انا حطيت لها، يعني دي ابيض ونقطة ازرق، لو انا حطيت لها نقطة صغيرة، بصوا زي بعلمكم اهي عملي ازاي ولون، يعني شفتوا النقطة دي واكسرها، بس اكسر درجة الفقعان ده، خلاص اهي، واخليه اللون اللبني الجميل الحلو اللي احنا متعودين عليه، لان انا كمان هديله تأثيرات، انا مش هخليه نفس الدرجة كده، هخلي فيه فاتح مع غامق بيديني درجة البحر، خلاص. انا كونت اللون بالشكل ده، طبعا لازم احط عليه الورنيش. الورنيش اولا هيفيدني بان هو بيمسك المعجون ما يتكسرش، ويبقى طبقة حماية للاطار، خلاص. ادي اللون اهو الجميل اللي احنا عملناه. هبدأ بقى اعمل اشبع المعجون اللي انا عملته البارز بالدرجة دي، ونشوف هيدينا ايه شكل ايه في النهاية. اهم حاجة وانا شغالة اخلي بالي ان مفيش نقطة تنزل على اللوحة بتاعتي عشان تفضل شكلها جميل، لان هو طبعا المعجون خشن فبيخلي الفرشة تسرح او تلطش، فخليني ايه ادقدق كده احسن، وبالذات عند الوش علشان الواحد خايف ايه ان حاجة تيجي عليه. بس بالراحة جدا، بس المهم ان انا الابيض برضو ايه اداريه. زي ما احنا شغالين كده، الطريقة سهلة جدا اللي احنا عملناها الاول، ان انا لزقت بالغيرة لان هو البوستر عندي تخين، وانا قلتلكو لما يكون البوستر تخين الزق بغيره تخين. ليه؟ لان هو اساسا في حاجات بتبقى موجوده عندي بقى لها فتره، مثلا اتطبعت وما كانش فيه اخف منها، يعني مثلا لما كنت بطبع المجسم كانت عجباني، قلت ايه هعملها مجسم، وبعدين رجعت في بنات خدوا منها من نفس الصوره دي،
فقلت خلاص مش هعملها مجسم، وايه اشتغل بيها على طبق بيبقى شكلها حلو برضو في الطبق، وادهنها والزقها من ورا بالايه بالمعجون بالغيره سوري. يلا ادي كده اهي، ايه رايكم؟ ماشي، اول خطوه عملناها بالطريقه دي. طيب هاخد بقى الازرق الصريح اهو، وهحاول بقى اديها ايه حاجات كده تدينا احساس ان في ده موجات البحر. بالشكل ده اقربها لكم شويه عشان تشوفوا، وهي برضو طريه كده يعني لسه ما نشفتش. ابدا اعمل التموجات دي علشان تاخد من اللون الاصلي بتاع ويحصل ايه دمج او اندماج زي ما شايفين ايدي كده بتعمل سهل. يعني انا مش بقول لكم اعملوا حاجه صعبه، لان انا بقولها دي لايه للناس الحلوه المبتدئين، يعني اللي عايزه عندها طبق مثلا وعايزه تنفذه. طيب انا بقى هنا لقيت اللبني كتر مني قوي، فاروح انا قافله لون البحر ده واروح شايلاه كده على جنب، واجيب حته من الاوكر او الاصفر الغامق، يعني حتة صغيرة جدا، وابدأ بقى ايه هنا في اصفرات كتير، ابدأ ان انا ايه العب بالاصفرات كده شوية عشان يدينا درجة حلوة. وعمل هنا يعني هنا درجة اللوحة مصفرة شوية، هكتر الاصفر عندها عشان يبقى زي ايه امتداد ليها بالشكل ده، بس متبقاش يعني كخط مستقيم. طبعا شايفين هنا طبعا اندماج الاصفر مع الازرق عمل لي اللون الاصفر المخضر، فمدي شكل حلو. حاجه بسيطه جدا اهي جميله. ماشي، هنسيبها تنشف، هنسيبها تنشف، لان في خطوه مهمه جدا عايزه اعملها لكم دلوقتي، ان احنا ازاي نرش الاسبراي الشفاف، لان ناس كتير جدا بيقعدوا يسالوني عليه. هو ده الورنيش الشفاف اللي انا بجيبه، ازاي نفنش بيه الشغل بتاعنا، والاطار هنكمله هنعمل فيه ايه. خلاص ادي طبق عندك ممكن يكون انت مش محتاجاه، وحطينا صوره وعملنا الاطار بتاعها بالمنظر ده، وهنحطه على ستاند وهيبقى شكله في منتهى الجمال. وهنستخدم طريقه رش الاسبراي الشفاف او الورنيش الاسبراي الشفاف. ماشي، ونيجيلكوا تاني بعد الاطار ما يبدا ينشف. دلوقتي الطبق ناشف كده زي ما انتم شايفين، هبدا اخد الاسبراي وارجه كويس. الاسبراي ده شفاف، ماشي، هعمل جزء جزء كده، وهبدأ اخد من الجليتور وارش عليه رشة بسيطة جدا. انا مش عايزة اكتر الجليتور، انا عايزة ادي ضي بس مع اللوح، ما اقربش قوي علشان الورق ده اللي هيمسكها وهيمسك يعني الجليتور وهيديها شكل حلو. طيب انا عايز انا كده اتعملت الجناب، خلاص انا عايزه بقى ارش الصوره نفسها. الجناب انا قربت كده عندها ورشيت، لكن الصوره لازم ابعد كده بالشكل ده، يعني انا هبعد بالكاميرا كمان بالشكل ده وارش كده الرشه دي، وهستنى شويه عشان ما تعمليش رزاز عليها وابدا ما تنشف يعني، وابدا اعمل كده تاني. ماشي، هو ده طريقة تفنيش
بالاسبري علشان ما يعملكيش، طبعا هي لسه مبلوله كده، عشان ما يعملش مكان الرذاذ كده في على الصوره. الورق يترش من بعيد، ومثلا الجدار هيبقى من قريب شويه. ادي الشكل اهو قدامكم، ده شكل الطبق بعد ما خلص. هنروح نحطه بقى على الستاند ونصوره في النهايه بشكل حلو. انا حبيت اوريكم الورنيش الاسبري ده اهو، دهان رش طبعا بيكون شفاف. اهم حاجه ان انا ما رشش في، بصي الغطا بتاعه لازم يبقى شفاف كده. المهم ان انا ما رشش في مكان مغلق، في البلكونه مثلا، في مكان كده نفتح باب الشقه ونرش بره، يعني المهم يبقى خارج ايه المكان خالص. ده بيديني طبقه حمايه حلوه جدا، انا بعمل بستخدمه للصواني ولكل حاجه، اهي طبقه حمايه بس بيكون لامع، لامع سنه يعني، هو ما بيبقاش لامع هو كده بس عشان هو لسه مبلول، وبعدين ده انا حاطه له جليتر، لكن في حاجه ثانيه ما بيبقاش لامع قوي كده. وده الشكل النهائي للطبق. ناخد الجدار بتاعه، شوفوا حطيت له هنا شوية قواقع كده علشان التصوير. ادي الشكل النهائي، طبق في منتهى الجمال بيدل على البحر. طريقته سهلة وجميلة. وادي اللمعة بتاعة الإطار نفسه، مدي زي كأنها يعني فعلا كأن حاجة خاصة بالبحر. ماشي، ادي التابلو اهو، واتمنى او الطبق سوري، اتمنى يعجبكم وتنفذوه بقى، حاجة سهلة هي بسيطة مش محتاجة. ميرسي قوي وباي باي.